السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله احنا النهاردة هنبتدي مع بعض أول محاضرة في المادة بتاعتنا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن كذا حاجة في المحاضرة. هنتكلم، ده مفترض يعني عرض كده ملخص لتفاصيل المحاضرة. النهاردة هنتكلم عن إيه، او زي خطة لي ان شاء الله. في كل محاضرة هنعمل زي خطة زي كده، هنتكلم فيها عن كل محاضرة عن ايه العناصر المحاضرة بشكل مرتب وبشكل منظم. اول حاجة هنتكلم عن المفهوم الاعلام الرقمي والديجيتال ميديا. هنتكلم يعني ايه مفهوم الاعلام الرقمي، ايه مصطلحه وايه المقصود بيه. وبعد كده هنتكلم عن اهمية الاعلام الرقمي، وإيه بالظبط اللي بنستفيد منه من خلال استخدامنا أو التعامل مع الإعلام الرقمي. وهنتكلم عن أنواع الإعلام الرقمي بشكل عام بشكل مبسط، وبعدين طبعا إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية هنتكلم عن كل نوع من دول بشكل تفصيلي وبشكل أكثر تفصيلا يعني. وهنتكلم عن حاجة ثالثة، خصائص الإعلام الرقمي، إيه أهم المميزات اللي بيتميز بيها الإعلام الرقمي أو وسائل الإعلام الرقمية. وآخر حاجة هنتكلم عنها الفروق ما بين الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي. وآخر المحاضرة زي ما احنا قلنا قبل كده في المحاضرة التعريفية، إن شاء الله هنجيب examples عن كل حاجة من الحاجات اللي اتكلمنا عليها في خلال المحاضرة. طيب، المفترض مفهوم الإعلام الرقمي، يطلق على الإعلام الرقمي مجموعة من المسميات أصلا التي تؤدي نفس المفهوم. يعني مثلا في ناس تقول عليه الإعلام التفاعلي، في بعض يقول عليه إعلام الوسائط المتعددة، في بعض آخر يقول الإعلام الشبكي الحي، في الناس تقول الإعلام التشاركي. دي كلها مسميات المقصود بيها هو الإعلام الرقمي أو الإعلام الجديد، ديجيتال ميديا أو النيو ميديا. تمام؟ ومعروف ان الاعلام الرقمي انه شكل من اشكال وسائل الاعلام الحديثه، طبعا ظهرت مع ظهور الثوره التكنولوجيه في القرن الحادي والعشرين. زي ما حضراتكم شايفين، برضو مفهوم الاعلام الرقمي بيستخدم الاعلام الرقمي للاجهزه الالكترونيه، و يعني مقصود بيه ان هو اي وسائل اعلام بتستخدم اجهزه الكترونيه بيتم طبعا نقل بيانات من خلالها عن طريق الكمبيوتر، عن طريق الأجهزة الحديثة، عن طريق الموبايل، التابلت، واتيفر، أي جهاز حديث بنستخدمه بيطلق عليه الإعلام الرقمي. طبعا بيستخدم في الإعلام الرقمي البرامج طبعا والوسائط المتعددة زي الصور، زي الفيديوهات، زي الصوت، طبعا مواقع الإنترنت أو الويب سايتس، طبعا في طبعا اعلانات الانترنت طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى كل وسائل الاعلام الحديثه الرقميه. في اعلانات بقت موجوده لشركات ومؤسسات وهيئات وحاجات خاصه ومحال ومحلات يعني تجاريه وغيرها، ومجموعات من المحلات بيلجأوا للاعلانات الرقميه طبعا عن طريق الادز والى اخره، زي ما طبعا كلكم عارفين، او هنستعرض ده بشكل مفصل ان شاء الله في محاضراتنا. حاجة تانية برضو، في حاجة مهمة جدا لازم نتكلم عنها، اهمية الاعلام الرقمي. طبعا الاعلام الرقمي بيلعب دور مهم جدا في حياة الناس كلها على مستوى عالمي وعلى مستوى محلي، حتى اذا كانوا في دولة معينة او على مستوى دول عربية او مستوى حتى عالمي. طبعا وكل واحد بيبقى فيه على حسب الدور او الطريقه اللي بيستخدم فيها الاعلام الرقمي. يعني مثلا في ناس بتستخدمه لتبادل المعلومات طبعا بشكل اسرع، يعني عن طريق مثلا لو احنا مثلا عندنا اكاونت او حساب على تويتر وليكن، فاحنا ممكن من خلال تدوينه معينه او تغريده معينه بنكتبها بتوصل ل ملايين الناس في نفس اللحظه. يعني ده طبعا وسيلة إعلامية رهيبة جدا وسريعة جدا، وبالتالي بيقدر يوصل لملايين الجماهير أو ملايين الأشخاص اللي عاوز يأثر فيهم أو يتكلم معاهم أو يوجه لهم أي رسالة إعلامية معينة. فطبعا دي من ضمن الأهمية بتاعت الإعلام الرقمي. حاجة تانية كمان مهمة، إن الإعلام الرقمي كمان ابتدى يوفر
ملايين فرص العمل وحرك سوق العمل على مستوى جميع القطاعات. يعني مثلا عندنا هتلاقوا مثلا شركات عقارات وشركات سيارات وشركات تجميل وشركات بارفانات وبلا بلا كل ده الى اخره، مجموعة من الفرص العمل اتوفرت من خلال ده ومن خلال الاعلام الرقمي، سواء اذا كان اعلانات على الفيسبوك، اذا كان اعلانات على انستجرام او الى اخره، او على الانترنت حتى عن طريق المواقع او عن طريق اليوتيوب في اعلانات موجودة. كل الكمية دي بتوفر طبعا، وفرت ملايين فرص عمل من خلال الاعلام الرقمي، بجانب طبعا الناس اللي شغالين في المجال بتاع الادز نفسها، الاعلانات بتاعت الاعلام الرقمي، زي مثلا الناس اللي شغاله في السوشيال ميديا سبيشاليست مثلا. طبعا هنتكلم عن تفاصيل العمل داخل الديجيتال نيوز روم والى اخره ان شاء الله في محاضراتنا اللي جايه. طبعا طبعا ده وفر ملايين الناس. في عندنا الناس الديزاينرز اللي هم المصممين الجرافيك اللي بيصمموا الاعلانات اصلا اللي تترفع على المواقع او بترفع على مواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الاخباريه او محركات البحث او الى اخره. فطبعا زي ما حضراتكم بتعرضوا بشكل يومي لهذه الاعلانات، طبعا دي بتحتاج لمصممين جرافيك و طبعا متخصصين في مواقع التواصل الاجتماعي اسمهم طبعا متخصصي مواقع التواصل الاجتماعي او سوشيال ميديا سبيشاليستس. طبعا دي برضو من ضمن الوظائف اللي خلقها الاعلام الرقمي. طبعا ده بلس طبعا او بجانب التفاعل والتواصل الاجتماعي في اي وقت وفي اي مكان في اي لحظه وعلى بعد ملايين الكيلومترات والالاف الكيلومترات، وكل ده طبعا في خلال ثانيه ممكن تتكلم حد مثلا، وليكن حد مثلا في الشرق يكلم حد في الغرب، حد في مصر يكلم حد في امريكا، حد في السعوديه يكلم حد في الامارات، حد في الامارات يكلم حد في كندا، حد في كندا يكلم حد في افريقيا، فليكن. فطبعا ده وفر لنا تفاعل وتواصل اجتماعي بشكل رهيب جدا طبعا من خلال الاشكال او انواع الاعلام الرقمي. في طبعا عندنا حاجة مهمة جدا تانية برضو من ضمن الأهمية للإعلام الرقمي، طبعا عزز الإعلام الرقمي التفاهم بين الناس والأشخاص طبعا، وتجاوز الحدود زي ما قلنا، ما بقاش في مثلا فروق اجتماعية واقتصادية وأي مستوى ثقافي أو سياسي أو ديني، بقى كل الناس بقت تتعامل. يعني مثلا ممكن أشارك في غرفة أو مجموعة من المجموعات بتاعت الفيسبوك أو جروبس بتاع الفيسبوك مثلا من خلال مثلا عمل اجتماعي، من خلال عمل ثقافي، من خلال عمل ديني. طبعا ده بقى فيه كمية تواصل رهيبة جدا من خلال من ضمن أهمية الإعلام الرقمي. طبعا ده بلس طبعا الدور السياسي، يعني احنا عندنا دور سياسي طبعا. طبعا الأشخاص بقى يسمح لهم الإعلان الرقمي ووفر لهم ميزة مهمة أو أهمية مهمة جدا، إن هم بقى يوصل صوت الناس، بقى عندنا ردود فعل حوالين قضايا سياسية في مجتمعات عربية وغربية وأمريكا وأوروبا. فطبعا ده موجود عندنا، بنلاقي مثلا أحداث زي مثلا في أمريكا مثلا في ناس معترضة على الانتخابات الأخيرة مثلا، ولكن مثلا ترامب ولا آخره، في ناس يقول لك لا ده بايدن اللي كسب. فطبعا ده من ضمن الحاجات اللي كان برضه شفناها على تويتر، شفناها على الفيسبوك. فطبعا كان في ناس بيبقى في ازمات كتير بتبتدي توصل عن طريق برضه شكل من اشكال الاعلام الرقمي اللي هو السوشيال ميديا. طبعا وقضايا انسانيه عالميه، يعني مثلا موقف معين، شكل معين، قضيه معينه، انسانيه معينه. فطبعا ده بيفرق جدا وده خلاه من ضمن اهميه الاعلام الرقمي. في حاجة مهمة تانية برضو من ضمن أهمية الإعلام الرقمي، طبعا ساعد الإعلام الرقمي في تعزيز الإنتاجية وتوفير طبعا مرونة للعامل وصاحب العمل لإنجاز الأعمال. طبعا احنا عندنا التواصل بشكل كبير بقى عندنا، وهنتكلم عليها هنا إن شاء الله في أيام الإعلانات بتاعت من ضمن أشكال الإعلام الرقمي الإعلانات برضو، فطبعا هنتكلم عليها بشكل تفصيلي إن شاء الله. طبعا ده مهم جدا إن برضو إن أنت بقى في ساعد في تعزيز الانتاجيه، بقى يعرف ارقام الناس اللي بتستخدم السلعه دي مثلا، بقى في ناس بتدور على سيارات، في ناس بتدور على كوزماتكس حاجات تجميليه، في ناس بتدور على مثلا كتب، في ناس بتدور على كل واحد على حسب اهتمامه، بقى بيوفر له من خلال الاعلام الرقمي يعرف البيانات اللي الناس بتحتاجوها ويقدر
كعدد الناس اللي بيدور على منتج معين، وبالتالي يبتدي ينتج اكتر ويعمل مكسب ويحقق ارباح من خلال الاعلام الرقمي. طبعا بقى عندنا كمان في حاجة تانية، بقى عندنا برضو بقى سهل العملية التعليمية، بقى عندنا برضو في من خلال القنوات التعليمية على اليوتيوب، وطبعا حتى في فترة كورونا في بدايتها مثلا كان برضو معظم المدارس مقفولة او قافلينها علشان خاطر منع الانتشار الفيروس. فطبعا بقينا نستخدم التعليم كله اونلاين، بقى في محاضرات اونلاين، بقى في برامج بتسجل على اليوتيوب، دروس خصوصية، دروس لجميع المراحل سواء ابتدائي اعدادي ثانوي، طبعا المراحل دي كلها حتى على مستوى الجامعات كان في بعض الجامعات عاملين منصات الكترونيه او اونلاين بيبتدوا ان هم يعملوا محاضرات اونلاين وبيتعاملوا بالاونلاين عشان خاطر ما بقاش في المقابلات الفيس تو فيس او الاجتماعات او المحاضرات اللي هي في الحقيقه. فطبعا بقى كل الناس بيستخدموا ايه الاعلام الرقمي، فده طبعا ساعد جدا على تسهيل العمليه التعليميه، طبعا من ضمن اهميه او مزايا الاعلام الرقمي. في برضو تشمل وسائل، يعني في انواع كتير من الاعلام الرقمي، هنتكلم برضو عن اهمهم بشكل مبسط وبشكل يعني ملخص، وبعدين ان شاء الله نعمل في المحاضرات اللي جايه هنتكلم في كل شكل او كل نوع من انواع الاعلام الرقمي بشكل تفصيلي ان شاء الله. عندنا وسائل الاعلام الرقمي طبعا مختلفه جدا وتقنيات كتير، فطبعا زيها زي برضو الاعلام التقليدي، زي مثلا في عندنا الصحف، في عندنا قنوات فضائية، في عندنا إذاعات أو إلى آخره. فطبعا هنشوف إيه هي أنواع الإعلام الرقمي. زي ما حضراتكم شايفين برضو في عندنا مثلا من ضمن أشكال أو أنواع الإعلام الرقمي الصوتيات، يعني مثلا عندنا محطات راديو رقمية أونلاين، هتلاقي دايما دلوقتي بقى عندنا في حاجة اسمها بودكاست برضو، اللي هو التسجيل الصوتي من خلال مثلا مقالات مسجلة، من خلال موضوعات مسجلة عن طريق الأوديو أو عن طريق الصوت. طبعا بقى في حاجة مهمة جدا، في عندنا برضو في الابليكيشنز او المواقع الرقمية اللي هي بتسجل عن طريقها الاغاني، وممكن في ناس كتير او مثلا اذا كان حاجات دينية او احاديث او حاجات زي كده، طبعا موجودة متسجلة وموجودة على ويب سايتس رقمية ومكتبات كبيرة موجودة في كل حتة، في كل حاجة ليها ابليكيشنز. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاغاني والابليكيشنز الاغاني والكلام ده كله طبعا ده موجود، فطبعا ده من ضمن الحاجات او اشكال الشكل من اشكال الاعلام الرقمي اللي هي الصوتيات. في عندنا برضو شكل تاني مهم برضو اسمه شكل الفيديوهات. طبعا الفيديوهات عندنا اللي هي وكلنا عارفين الفيديو، المقاطع الفيديو المسجلة من خلال مثلا بس افلام او يوتيوب، او دلوقتي حتى مؤخرا بقى في حاجة اسمها اللايف او البث المباشر، هنتكلم عنه برضو ان شاء الله في خلال محاضراتنا. برضو بقى عندنا حاجة مهمة جدا دي برضو بنخليها مثلا زي عن طريق مثلا نتفليكس، يوتيوب، شاهد، طبعا كل دول بيعرضوا فيديوهات من خلال افلام او الى اخره. في طبعا نوع تاني او شكل تاني من اشكال، وده الاشهر ليه وسائل الاعلام الرقمي، طبعا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي او وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا ابرزها مثلا مواقع التواصل الاجتماعي مثلا زي فيسبوك، تويتر، انستجرام، سناب شات او وغيرها كل كتير جدا. طبعا بيبتدي ان هي بتسمح من خلال هذه الويب سايت او مواقع التواصل الاجتماعي او الابليكيشنز بتاعتها او من المواقع بتاعتها ان الناس بتتفاعل مع بعضهم البعض، وبتنقل طبعا الثقافات والخبرات من لبعض، وبتسمح طبعا بتوفير مساحة كبيرة من التعبير عن الرأي والاتجاهات، بقى اذا كانت سياسية، رياضية، فنية، الى اخره، دينية على حسب طبعا. فطبعا ده بيسمح جدا المواقع التواصل الاجتماعي من خلالها ان هو بيعبروا عن تفاعل مع بعضهم البعض من خلال مثلا جروبس بتاعت الفيسبوك او شخص او الاخيره، من خلال الفولو بتاع الاشخاص و الاخيره. وطبعا دي حاجة ان شاء الله نتكلمنا بشكل تفصيلي. عندنا برضو من ضمن الانواع او الاشكال الاعلام الرقمي عندنا الاعلانات المدفوعة. عندنا طبعا الاعلام الرقمي زي ما قلنا من شوية ان في مواقع الويب في تسويق منتجات وبيعها، زي مثلا عندنا في مواقع اونلاين، في عندنا امازون مثلا على مستوى عالمي وعلى مستوى دلوقتي حاليا بقى موجود في مدن دول كتير، يعني عندنا في مصر موجود، وعندنا في السعوديه، وفي في الامارات، في كذا كل دول العالم تقريبا مواقع زي امازون، وفي علي بابا، وفي حاجات اللي هي المشهوره جدا الكبيره في برضو من ضمن انواع الاعلام الرقمي من خلال الاعلانات المدفوعه برضو.
طبعا. وفي برضو عندنا برضو من ضمن الاشكال او الانواع الاعلام الرقمي عندنا الاخبار او النصوص الادبيه اللي هي المواقع او المدونات اللي هي برضو المنصات الاخباريه الرقميه زي الويب سايتس اللي هي المواقع الاخباريه. كلنا تقريبا عندنا ابلكيشنز على الموبايل بتتكلم عن المواقع الاخباريه، وعندنا بنتابع الاخبار، وفي مثلا شبكات وفي مواقع ابلكيشنز بيجمع كذا مكان من كذا خبر. فطبعا ده كله من اشكال النصوص الادبيه الاخبار او النصوص الادبيه من خلال مثلا المدونات الثقافيه السياسيه الاراء اي حاجه طبعا من خلال الموجوده في الاونلاين او على الانترنت. طبعا دي من ضمن انواع الاعلام الرقمي. وطبعا هنتكلم عن الانواع دي بشكل تفصيلي جدا ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه علشان برضو كل حاجه تاخد حقها. بس طبعا بنتكلم على الانواع فلازم نقول بعض يعني بشكل عام كده الانواع بتاعه الاعلام الرقمي او اشكاله. وبعدين هنتكلم ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه عن ايه كل نوع بشكل تفصيلي، وناخد اكزامبلز عليه زي ما اتفقنا ان شاء الله. عندنا برضو حاجه مهمه جدا اللي هي خصائص الاعلام الرقمي. عندنا من ضمن خصائص الاعلام الرقمي ايه اللي بيميز الاعلام الرقمي عن الاعلام التقليدي؟ عندنا مثلا من اهم المميزات او مثلا التفاعل او التفاعليه. عندنا طبعا الاتصال ما بين المستخدمين الاعلام الرقمي طبعا بيكون ثنائي الاتجاه، يعني بيكون من طرف لطرف تاني، وتفاعل كل طرف مع الاخر بمختلف وسائل الاتصال. يعني مثلا عندنا احنا من ضمن مثلا وليكن هنتكلم على فيسبوك او سوشيال ميديا، فحضرتك بتكتب بوست مثلا او منشور، فطبعا بيجي يبتدي الناس تتفاعل معاك. طبعا ده بيسمح من ان هو من ضمن مزايا او خصائص الاعلام الرقمي. طبعا ده ما كانش موجود في الجرايد مثلا اللي هي من ضمن الاعلام وسائل الاعلام التقليديه او القديمه. طبعا دي حاجه مهمه جدا، يعني في ميزه مهمه جدا التفاعل او التفاعليه. فطبعا خصائص الاعلام الرقمي ان هو بيتميز بالتفاعليه، ينفع ان انا اتفاعل معاه بردود فعل معينه سواء اذا كانت بالايجاب او بالسلب على حسب الرسالة الإعلامية الموجودة بين الطرفين، سواء كان من طرف لطرف أو من طرف لجمهور كبير. يعني مثلا فلنفترض مثلا الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإحنا بنتكلم عن مثلا حابب بيوجه رسالة معينة للمواطنين الأمريكان، فبالتالي مثلا ممكن يكتب تويتر على تويتر، الأكونت بتاعه على تويتر، فبالتالي تلاقي في ناس بترد عليه وفي ناس بتشير وفي ناس بتلايك وهكذا، فطبعا بيرتويت والكلام ده كله طبعا او الفيسبوك بتاعه. فطبعا بتلاقي في تفاعل كبير جدا ما بين الرياكشن اللايك اللاف الانجري او كومنت او شير او كل الكلام ده. طبعا بيبقى من ضمن المزايا او الخصائص التفاعليه اللي بتحققها او من المزايا اللي بتميز بيها الاعلام الرقمي. طبعا من ضمن الخصائص الاعلام الرقمي برضو اللا تزامنيه اللي هو ملوش اي وقت محدد. يعني في اي وقت انا حابب ابعت رساله لي اكتب بوست مثلا على فيسبوك او اكتب حاجه على تويتر بتاعي او على انستجرام، ممكن انزل صوره في اي وقت، ما فيش وقت محدد انزل فيه بوست او انشر فيه منشور او اكتب او انزل في صوره او ارفع فيه فيديو او اطلع حتى لايف من الفيسبوك بتاعي. فطبعا ده حاجه طبعا من ضمن الخصائص اللي بتميز الاعلام الرقمي، ان حضرتك ما عندكش اي زمن محدد، يعني لا تزامنيه، يعني ما فيش اي وقت بيحددها، يعني هي بالنسبه لك متاحه 24 ساعه في ال 24 ساعه طول اليوم. فطبعا دي حاجه مهمه جدا ان حضرتك بتتعامل مع محتوى اعلام رقمي. من ضمن مزاياه ان هو لا تزامني، يعني مش شرط يكون في وقت محدد للتعامل معاه او استخدامه او الاعتماد عليه. من ضمن برضو خصائص الاعلام الرقمي اللي هو الانتشار والمشاركه، يعني اي شخص في اي وقت ممكن يعمل رساله ويبعت اللي هو عاوزه في اي وقت زي ما قلنا لحضرتك في اي لحظه يبعتها لاي حد، الملايين او الالاف او المئات عفوا الناس المتابعين. فطبعا دي حاجه مهمه جدا، دي يعني من ضمن المزايا الرهيبه للاعلام الرقمي ان هو عنده القدره على الانتشار والمشاركه طبعا بشكل فعال وبشكل كبير. فطبعا دي ميزه مش قليله تماما ان هو عنده قدره رهيبه على الانتشار والمشاركه من خلال مثلا نص معين، خبر معين، حدث معين، قرار معين، مثلا قرار على مستوى جمهورية، قرار على مستوى دولة. فطبعا ده حاجة مهمة جدا من مزايا الإعلام الرقمي.
عندنا برضو من ضمن خصائص الاعلام الرقمي الحركه والمرونه. طبعا زي ما حضرتك شايف ان مثلا عشان خاطر انا يكون معايا استخدام او من ضمن خصائص الاعلام الرقمي ان هو يكون بيستخدمه مثلا من خلال حاجه سهله جدا. يعني مثلا لو حضرتك معاك موبايل عادي جدا اللي هو بس سمارت فون يعني، او موبايل جديد كده حديث من الاجهزه الحديثه اللي فيها انترنت، فحضرتك ممكن تتعامل مع الاعلام الرقمي بشكل سهل جدا جدا. حجم الموبايل تقريبا لا يتعدى يعني حوالي 10 سنتي، 15 سنتي، 12 سنتي، وزنه قليل جدا، فبالتالي مثلا حوالي مثلا 100 جرام، 120 جرام، هتلاقي حاجات بسيطة جدا موجودة في جيب حضرتك أو في حضراتكم. فطبعا ممكن تستخدم الإعلام الرقمي بشكل سهل جدا، ممكن تعمل محتوى أو تتابع الأخبار من خلال موبايل حضرتك أو من اللابتوب أو من أبسط الأشياء الإلكترونية، زي ما احنا قلنا إن ممكن أي جهاز إلكتروني ينفع يشتغل من خلال يستخدم الإعلام الرقمي عن طريق ده. من ضمن برضو خصائص الإعلام الرقمي عندنا برضو من ضمن الخصائص الإعلام الرقمي العالمية. طبعا احنا عندنا اللي بيستخدم الإعلام الرقمي طبعا هو ملوش حدود، يعني ممكن تتابع حضرتك أخبار موجودة في أمريكا أو تتابع أخبار موجودة حضرتك موجود مثلا في السعودية، فأنت ممكن تتابع أخبار عن مثلا عن إنجلترا، عن الدوري الإنجليزي مثلا الناس بتحب الرياضة، عن الدوري الأسباني لو حضرتك بتتابع أخبار الكورة مثلا في الدوري الأسباني، أو حضرتك بتتابع مثلا لو حد مقيم بره وعايز يتابع أخبار الدوري المصري وهكذا. فطبعا هو من خلال الاعلام الرقمي من ضمن خصائصه ان هو عالمي، يعني ممكن ان احنا نستخدمه او يتيح لحضرتك ان انت تعدي الحدود من خلال مش اي ولا حاجز ولا زمان ولا مكان يقدر يعمل لك حدود فيها طبعا. فطبعا ده موضوع سهل جدا، ومن ضمن خصائص الاعلام الرقمي ان حضرتك تقدر توصل لاي حاجه عالميه بدون اي قيد او حاجز يمنعك. برضه من ضمن الخصائص الإعلام الرقمي إن عنده وسائط متعددة، يعني حضرتك ممكن تعمل رسالة بالصوت أوديو بودكاست مثلا. هنتكلم طبعا إن شاء الله يا شباب عن الأنواع ده بشكل تفصيلي في محاضراتي إن شاء الله اللي جاية، وهنعرض اكزامبلز برضه ليها عشان تبقى حضرتك موجود. الصوت من خلال مثلا الراديو، أنا عندي صوت، أنا عندي لا أنا هعمل بودكاست أو أسجل بودكاست، لا انا هعمل فيديو، لا انا هنشر صورة، طبعا هو بيتيح لك ده كله، لا انا هكتب نص، لا انا هعمل صور او رسوم بيانية او انفوجراف او حاجات ان شاء الله هنتكلم عليها قدام، لا هنعمل صورة بشكل معين 3D او الى اخره. لا ده احنا فيها هو بيتيح لحضرتك تعدد الوسائط، هو ممكن من خلال الاعلام الرقمي حضرتك تعمل صوت او تتعامل مع محتوى صوت او صورة او محتوى صوت او صورة او فيديو. طبعا ده عنده إمكانية لده جدا طبعا، علشان هو من ضمن مزاياه تعدد الوسائط من خلال الإعلام الرقمي. عندنا برضو من ضمن خصائص الإعلام الرقمي إن هو برضو بيكون بيتميز بالانتباه والتركيز. عندنا برضو لازم لما تيجي تتعامل مع المحتوى الإعلامي الرقمي أو أي وسيلة إعلامية رقمية لازم حضرتك تكون مركز معاها كويس جدا، ان فيها مواد تفاعليه وفيها طبعا ردود فعل معين تجاه قضيه معينه او تحتاج درجه عاليه طبعا من الانتباه والتركيز. يعني لازم ابقى عارف اهو ده اكونت مين ده او حساب مين اللي كاتب الكلام ده عشان اركز معاه، عشان اعرف اركز كويس علشان خاطر طبعا ما يبقاش فيه حاجه ليها علاقه بشائعه معينه او فيك نيوز زي ما بيقولوا. وان شاء الله برضو هنتكلم على بشكل تفصيلي على موضوع الفيك نيوز ده. فطبعا ده حاجة مهمة جدا، لازم حضرتك لو طالما بتعمل مع محتوى او اعلام رقمي لازم حضرتك تكون منتبه كويس جدا، ومن ضمن خصائصه ان هو يكون فيه تركيز ومتتبع ومركز مع المحتوى ده او الاعلام الوسيلة الاعلامية الرقمية دي، علشان طبعا في ظل الثورة الهائلة من الكمية الكبيرة من الفيديوهات والصور والحسابات النص والكلمات المكتوبة من خلال الإعلام الرقمي لازم طبعا يحتاج أو يتميز بالانتباه والتركيز. طبعا من ضمن مزايا الإعلام الرقمي كمان أو من خصائص الإعلام الرقمي التخزين والحفظ. يعني مثلا حضرتك أو حضراتكم مثلا شفت أرتكل معين أو خبر معين موجود في ويب سايت معين وليكن اسمه إكس، حضرتك مثلا كنت مثلا في العربية، كنت في المواصلات، كنت في موقف معين مش حابب او مش عارف تقرا الارتكل ده او الخبر ده او الفيديو ده، فانت حضرتك ممكن من خلاله تحفظ
طبعا من خلال الاعلام الرقمي ده، من خلال ادوات معينه او طرق معينه، من خلال تحفظ اللينك بتاعه او الخبر ده عن طريق مثلا او الصوره او الفيديو اللي ممكن تشوفها بعدين وتقراه او تقرا تفاصيله، برضو ممكن احفظها واسترجعها في اي وقت انا محتاجه، وارجع اتعامل معاها تاني واقراها تاني وتالت، وممكن كمان اشيرها والى اخره. فده برضو من ضمن الخصائص الاعلام الرقمي، ان انا ممكن اخزن او احفظ اي حاجة عليه طبعا هتفيدني جدا، او مثلا عندي اغنية معينة او فيلم معين او الى اخره، طبعا ممكن استرجعه واجيبه في اي وقت يعني مش هيفوتني، فطبعا اقدر احفظه واخزنه عندي في الموبايل او الويب سايت الابليكيشن او اللابتوب او وات ايفر انا او اي انا بستخدم اي وسيلة عشان خاطر اتعامل مع الاعلام الرقمي. برضو من ضمن خصائص الاعلام الرقمي يا جماعه ان عنده تحديث مستمر، يعني دايما يكون عنده مضمون ابديتد، يعني حاجه حديثه اول باول، مش عنده اخبار قديمه مثلا او معلومات قديمه او حاجه زي، لا انا عندي مثلا لا قدر الله حادثه حصلت في مكان معين، هبتدي ان حضراتكم تتعاملوا مع، هتلاقي مثلا لو انت بتتابع ويب سايت اسمه اكس مثلا، فطبعا في الحادثه دي مثلا في دوله معينه، ده بص في دلوقتي مثلا لا قدر الله حادثه، ويبتدي يتابع لك مينت باي مينت ايه اللي حصل الحادثه دي، ايه اللي حصل فيها، كم واحد لا قدر الله مات، طب كم واحد اتصاب، طب الحادثه حصلت ازاي، طب يجيب لك التحقيقات، طب يجيب لك نتائج التحقيقات، ويبتدي يتابع ابديتد بشكل تحديث مستمر اول باول على سكان، اذا كنت بتتعامل مع ويب سايت من خلال اللابتوب او من خلال الديسكتوب عادي او من خلال حتى الابليكيشن او الموبايل بتاع حضرتك او التابلت او الايباد او الايفون وات ايفر طبعا، او بغض النظر عن استخدام التكنولوجيا الحديثة معاك انت بتستخدم ايه بالظبط، ولكن هو من ضمن مزايا الخصائص الاعلام الرقمي ان حضرتك ان هو انت هو من ضمن خصائص ان هو بيكون متحدث بشكل دايم، يعني ابديتد دايما، يكون متحدث اول باول، مش طبعا ما عندوش محتوى قديم، طبعا بتعرف كل حاجة مينت باي مينت او لحظة بلحظة زي ما بنقول. طيب من ضمن برضو الخصائص الاعلام الرقمي برضو عندنا الاعلام الرقمي بيتميز بان هو فوري واني، يعني حضرتك ممكن توصل الخبر ده في لحظه، ان حضرتك لو قدر الله حصل مثلا برضو حادثه، بلاش حادثه عشان مش كل شويه نقول حادثه، برضو هنتكلم عن مثلا القرار مثلا رئيس دوله معينه، ملك دوله معينه، امير دوله معينه، فبالتالي حضرتك ممكن لو مثلا انت مواطن مثلا في المملكه العربيه السعوديه، ومثلا الملك في المملكه العربيه السعوديه اصدر قرار مهم جدا يهم الناس، فحضرتك ممكن تعرفه في اللحظه دي بالظبط في وقت ما القرار ده بيطلع، مش لسه تستنى مثلا زي الاعلام التقليدي ان هو ينزل في الجورنان تاني يوم والى اخره، او الراديو يذيعه بكره او النهارده، او التلفزيون يطلع كمان ساعه كمان نص ساعه كمان ساعتين، لا حضرتك انت مجرد لما القرار بيطلع مثلا ممكن تعرفه من الصفحه الرسميه مثلا للوكاله على الفيسبوك، ممكن تعرفه من الويب سايت بتاع الوكاله نفسه، لو حضرتك ممكن تسمع تعرفه من الابليكيشن بتاع الاخبار اللي حضرتك متابعه، فطبعا ده هيفرق جدا مع حضرتك وهيديك احساس ان تعرف الاخبار والاحداث اول باول، فوري او لحظي او اني، ده من ضمن خصائص الاعلام الرقمي. في حاجة مهمة جدا برضو لازم نتكلم عنها، ان احنا نعرف ايه الفروق او ايه الفرق بين الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي، ايه الفروق ما بين الاتنين، ايه الفرق بين ده وبين ده. عندنا فروق كتير بصراحة بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد أو الإعلام الرقمي. عندنا مثلا إن الإعلام التقليدي زي الصحف وزي التلفزيون وزي الإذاعة مثلا، إن بيتطلب ميزانية كبيرة جدا عشان أعمل صحيفة، لازم يكون عندي مثلا مبلغ معين، يكون عندي مكان معين، مؤسسة معينة، طبعا أدوات وتجهيزات ومطبعة وإلى آخره، ومحررين وورق وطباعة، طبعا ده تكلفة رهيبة جدا علشان يكون عندي مثلا صحيفة، بعكس مثلا الويب سايت يعني ممكن بمبلغ أقل بكتير جدا من الصحيفة، يكون عند حضرتك موقع إخباري، حضرتك ممكن يكون عندك مثلا مجموعة من المحررين تنشر أخبار عن مثلا لو أنت موقع إخباري أخبار بس أو رياضي أو فني، طبعا حضرتك ممكن تعمل ده بشكل أبسط بكتير وبتكلفة أقل بكتير جدا 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 عن تكلفة مثلا صحيفة كبيرة أو صحيفة بشكل عام من ضمن أشكال الإعلام التقليدي. من ضمن برضو الفروق ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي
الاعلام الرقمي اكثر تفاعل من التقليدي، يعني خاصه طبعا مواقع التواصل الاجتماعي زي ما احنا قلنا من شويه ان الاعلام الرقمي من خلاله ممكن اتفاعل مع المحتوى اللي بيقدمه، او من خلال ان انا انشر صوره والاقي فيه ناس بيكومنت عليا، او خبر معين او بوست معين اشيره عندي على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك او على تويتر او الى اخره، هتلاقي في ناس بتريتويت، في ناس بتريبلاي، في ناس بتكومنت، في ناس بتلايك، في ناس بتلاف، في ناس بتانجري، على حسب الرياكشن او التفاعليه بتاعت الموضوع اللي انا بشيره او ان انا كاتبه. برضو كذلك المواقع مثلا الاخباريه، هتلاقي زي ما حضرتك مثلا تلاقي في كل موقع كده تلاقي في كومنت تحتيه، تلاقي تحت كل خبر في كومنت ممكن تعلق حتى على الخبر، وفي ناس ممكن تخش ترد على حضرتك وهو الى اخره، او صفحه الفيسبوك او تويتر مثلا، كل ده موجود. برضو عندنا الاعلام الرقمي من ضمن الفروق ان الاعلام الرقمي برضو ذو نطاق واسع، زي ما قلنا من شويه انه ممكن يوصل لاخر في حته في الدنيا كلها في العالم، يعني مثلا حضرتك مثلا مقيم في مصر وتكلم حد في امريكا، مقيم في السعوديه وتكلم حد في انجلترا، مقيم في الامارات وتكلم حد في مثلا في افريقيا وهكذا. فطبعا ده بعكس طبعا الصحف مثلا او وسائل الاعلام التقليديه، حضرتك لو صحيفه فانت بتوزع ما بين مثلا منطقه معينه او دوله معينه، لكن طبعا عشان تتعدى الحدود دي بشكل كبير جدا طبعا ده مش هينفع في وسائل الاعلام التقليدي الا طبعا بشروط معينه، وطبعا بتكلفه رهيبه جدا، لكن طبعا مع الاعلام الرقمي الموضوع بيكون اقل تكلفه بكتير، ويوصل ده بشكل اني وفوري زي ما احنا قلنا من ضمن خصائص الاعلام الرقمي. برضو من ضمن الفروق ما بين الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي عند حضرتك برضو باستخدام الوسائل الجديده او الاعلام الرقمي، حضرتك ممكن بتختار الجمهور اللي انت عاوزه طبعا بعكس الوسائل التقليدية او وسائل الاعلام التقليدية. زي مثلا حضرتك مثلا والله انا عايز اعمل مثلا محتوى رياضي، فانا طبعا بختار الجمهور الرياضي بتاعي، هبتدي ان اوجه رسالة للناس اللي مشجعين الرياضيين او المهتمين بالكورة مثلا في جميع انحاء العالم، لو انا هعمل حاجة عالمية، الناس المتابعين للدوري الانجليزي، الناس المتابعين للدوري الاسباني، الناس المتابعين للدوري السعودي، الناس المتابعين للدوري الاماراتي، الناس المتابعين للدوري خليجي، اي حاجه متخصصه، فانا هبتدي ان انا احدد الجمهور بتاعي واوجه لهم الاعلام بتاعي او وسائل الاعلام بتاعي من خلال الاعلام الرقمي. طبعا اقدر احدد ده كويس جدا واتعامل معاه بشكل يعني مخصص جدا ليهم، بعكس طبعا الاعلام التقليدي طبعا انت بتتكلم كل الناس بكل الاشكال، بتصدر الصحيفه بتاعت حضرتك او الجريده بتاعت حضرتك طبعا، فطبعا مش عندها جمهور معين ليها، فطبعا بتبقى طبعا مختلفة عن الإعلام الرقمي. طبعا يعني بالنسبة برضو من ضمن الفروق ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، احنا عندنا طبعا الإعلام التقليدي ما كانش فيه فكرة تفاعل، عندنا مثلا هو يعني لازم يكون مثلا قدامك تلفزيون او صحيفه معينه او راديو كده اللي انت بتتفاعل، لكن طبعا حضرتك في الاعلام الرقمي حضرتك بتتفاعل في اي وقت ومع الوسائل طبعا الجديدة من خلال الموبايل بتاع حضرتك، من خلال اللابتوب، من خلال التابلت الايفون، على حسب طبعا الجهاز الالكتروني او الحديث اللي حضرتك بتتعامل معاه او التكنولوجيا اللي حضرتك بتستخدمها في التعامل مع الاعلام الرقمي. برضو من ضمن الفروق ما بين الاعلام الرقمي والاعلام التقليدي، الوسائل الجديدة طبعا بتستخدم بسهولة جدا، الموضوع هيبقى سهل قوي، يعني جبت حضرتك مثلا تتعامل من موبايل الموضوع بسيط جدا، طبعا هيبقى سهل جدا التعامل معاه طبعا بعكس مع الاعلام التقليدي. عندنا برضو من ضمن الفروق عندنا الانتشار، يعني يعتبر الانتشار الوسائل الاعلام الرقمي او الاعلام الرقمي طبعا بينتشر بشكل كبير جدا وسهل جدا ومنتشر في بشكل رهيب، يعني ممكن حضرتك تعمل حاجة تنتشر في لحظة ما في كل انحاء العالم مثلا، فطبعا زي ما قلنا ممكن اكتب بوست على تويت على فيسبوك او تويت على تويتر او تدوينه او كده، طبعا ده بيفرق جدا في لحظه، ممكن تخاطب مثلا الاف عندك او عن طريق مثلا الوسائل الاعلام الرقميه، فطبعا او موقع معين او الى اخره، فطبعا ده كله بيكون فارق جدا في المقارنه ما بين الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي. طبعا وسائل الاعلام الجديده طبعا بيكون التواصل معاها بشكل اسهل بكتير، اسرع بكتير، التفاعل طبعا الوسائل بتاعته من خلال الفيديو، من خلال الصور و الى اخره، فطبعا يكون التواصل طبعا الاعلام الجديد يكون اكثر تواصليا وتفاعل من التقليدي زي ما احنا قلنا برضو في الخصائص بتاعه الاعلام الرقمي.
عندنا طبعا الفرق ما بين، برضو من ضمن الفروق ما بين الاعلام الرقمي والاعلام التقليدي، احنا عندنا الاعلام الرقمي طبعا بيجي له رد فعل اللي هو كومنت مثلا او فيدباك على حاجه معينه، طبعا يدينا ملاحظه عن حاجه معينه، عن منتج مثلا لو احنا بنتكلم عن شركه او ويب سايت، ولا لا والله ده المنتج ده مش حلو، لو على مستوى وسائل اعلام واخبار لا ده الخبر ده غلط، ده مش حقيقه، ده اتنفى، ده حاجه معينه حصلت فطبعا بتتنفي، او حادثه لا قدر الله، او اعتزال اللاعب الفلاني لاعب رياضي مهم جدا، طبعا تطلع شائعه معينه هنتكلم عليها ان شاء الله في وقت الفيك نيوز، طبعا ده حاجه مهمه جدا يعني. فان شاء الله باذن الله ده من ضمن الاهم مزايا اللي تميز بيها الاعلام الرقمي، ان هو يكون عنده خاصيه ردود الفعل او الفيدباك. عندنا برضو من ضمن المزايا اللي بتميز بيها الاعلام الرقمي برضو ان احنا ممكن نحصل من خلاله الاعلام الرقمي عن الاخبار في اي وقت في اي لحظه، حضرتك ممكن الساعه مثلا 5 الصبح، 4 الفجر، 3 بالليل، 12 الصبح، 3 العصر، 2 الظهر، اي وقت حضرتك ممكن تتعامل مع الحصول على الاخبار مثلا في من خلال الاعلام الرقمي، ولكن طبعا مقارنه بالاعلام التقليدي لا طبعا مش هينفع، لازم يكون وقت الطباعه بتاعه الصحيفه او النشره المعينه في الراديو او التلفزيون او الى اخره، فطبعا ده بيفرق جدا على المستوى المقارنه ما بين الاعلام الرقمي والاعلام التقليدي. عندنا برضو في اكزامبلز كتير طبعا زي ما احنا قلنا ان شاء الله يعني في خلال المحاضرة بتاعتنا احنا لازم طبعا نتكلم عن الاكزامبلز بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين عندها مثلا ويب سايت سكاي نيوز عربية، ده موقع مشهور جدا اماراتي، طبعا ده في قناة طبعا اسمها سكاي نيوز عربية، بيبقى عندهم برضو برضو عفوا بيبقى عندهم برضو كمية من وسائل الاعلام الرقمية الحديثة، عندهم صفحة على الفيسبوك او صفحات على الفيسبوك، عندهم قناة فضائية، عندهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتكون طبعا من الحاجات المهمة جدا وبيستخدموا الوسائل الاعلامية الرقمية بشكل كبير وبشكل فعال. عفوا طبعا في برضو من ضمن زي ما حضراتكم شايفين لو بصيتوا على الويب سايت ده برضو ده طبعا من اشكال الاعلام الرقمي، اللي هو ده نص برضو من خلال الويب سايت ده زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني ما كانش حضرتك مثلا في ممكن معظمكم او بعض منكم يعرف الويب سايت ده او عنده ابلكيشن عليه اخبار او بيتعامل مع ويب سايت او محتوى رقمي بشكل يومي او بشكل لحظي تقريبا، فطبعا ممكن تبصوا عليه هتلاقي مثلا هنا هتلاقي مجموعة من الأخبار قدام حضرتك بتعرض عليها، ده بالصفحة الرئيسية للويب سايت، أنا بس جبت الصفحة الرئيسية للويب سايت عشان برضو تكون حضراتكم عارفين شكل المحتوى النصي من أشكال الإعلام الرقمي. عفوا فده برضو من ضمن الحاجات. مكون طبعا الويب سايت زي ما حضراتكم شايفين عندنا فيه محتوى وفيه صور وفيه لينكات، طبعا لما ندوس على اي خبر من دول متصنف طبعا هنا اهم الاخبار في الوقت اللي انا خدت فيه السكرين شوت دي، هتلاقي اخبار كلها عالم، لماذا تمانع المانيا ارسال دباباتها الى اوكرانيا، لحمايه المنشات الحيويه، روسيا تجري تدريبات دفاعيه في موسكو، ادانات عربيه لحرق المصحف في ستوكهولم. طبعا دي من دي ده طبعا يعني في لحظه ما انا خدت السكرين شوت دي عشان اوريها لحضراتكم برضو تكونوا بشكل عملي قدام حضراتكم، ده شكل من اشكال المحتوى الرقمي او الاعلام الرقمي، طبعا نص الكتروني او نص ديجيتال، طبعا بيكون فيه تفاعل، لو حضرتك فتحت خبر من اي ابلكيشن او اي ويب سايت هتلاقي طبعا فيه ممكن حضرتك تشيره، ممكن تكتب عليه كومنت، ممكن على تويتر تعمل له ريتويت او تشيره على الفيسبوك، او مثلا لو في صوره معينه وحابب على انستجرام برضو نفس الكلام، او ستوري، او طبعا من خلال الخصائص الكتير اللي حضراتكم بتعرضوا ليها من خلال استخدام الاعلام الرقمي. برضو في شكل تاني برضو من الاشكال الويب سايت زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا ده موقع العربيه، موقع العربيه ده موقع سعودي، المفترض برضو عندهم برضو قناه برضو من القنوات الكبيرة على المستوى العربي، عندهم ويب سايت زي ما حضراتكم شايفين برضو
من ضمن اشكال الاعلام الرقمي. هتلاقي في تقسيمه برضو زي ما حضراتكم شايفين فوق، هتلاقي رئيسيه واخبار، في اخبار للسعوديه وفي اسواق، تقسيم طبعا الويب سايتس على حسب الويب سايت. لا، في برامج، منوعات، مقالات الاخيره اللي هي الصفحه الاخيره يعني، او الاخر حاجه، وحاجات ومنوعات ولايت، وفي اخبار متهمه بفيروس كورونا، وبودكاست اللي هي الصوتيات او المقالات اللي متسجله بشكل صوتي، او برامج او الى اخره، هنتكلم عليها ان شاء الله في وقتها. برضه هتلاقي مجموعه من الاخبار زي ما حضراتكم شايفين، مثلا الكبير المشككين ان يوم حقيقه تبني بينما اتحدث، جورجينا تخطف الاضواء في جويا ووردز بالرياض، وتكرم رياض وتكرم رياضيه السعوديه. طبعا جورجينا دي مفترض زوجة او يعني صاحبة كريستيانو رونالدو، اللاعب البرتغالي المشهور جدا طبعا، اللي بيلعب في الدوري السعودي حاليا في نادي النصر السعودي. فطبعا طبعا من ضمن الاخبار المهمة جدا اللي الناس بتتعامل معاها في الاعلام الرقمي طبعا، ومحتوى طبعا الناس هيهم ناس كتير جدا. وهنتكلم ان شاء الله بشكل تفصيلي على طبيعة المحتوى، ايه اللي بنكتبه وبنكتبه ازاي في الاعلام الرقمي ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية. برضو في عندنا شكل تاني من اشكال المحتوى، برضو زي ما حضراتكم شايفين مثلا، هتلاقوا دلوقتي مثلا ده فيديو داخل برضو الويب سايت تمام، سكاي نيوز عربية، هتلاقوا برضو ده شكل من اشكال الفيديو زي ما حضراتكم شايفين، ده فيديو موجود على في السكشن الفيديوهات بتاعت الويب سايت، برضو موجود زي ما حضراتكم شايفين، ده داعش يتغوغ بمناطق سيطرة القاعدة وعينه على ثروات افريقيا. ده فيديو طبعا نشرة بمذيعة بتاعة القناة بتدي ان تتكلم عن الموضوع ده، وعاملين عنوان الفيديو، هنتكلم طبعا ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية عن العناوين في الديجيتال او في الاعلام الرقمي، برضو هنتكلم عليها بشكل تفصيلي، وعاملين فيها ان شاء الله المحاضرات بتاعتنا، خلال المحاضرات هنتكلم عن العناوين. زي ما حضراتكم شايفين برضو ده فيديو، وعاملين برضو من خلال الويب سايت. طيب برضو في حاجات تانية زي من ضمن برضو اشكال الاعلام الرقمي، برضو مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا مثلا قناة زي العربية، عندنا عاملين صفحة بس بشكل خاص اسمها العربية مصر، زي ما حضراتكم شايفين برضو عندنا ده محتوى، ده عاملين حساب ليهم على الفيسبوك، صفحة بتخاطب طبعا الملايين الناس، بس دي مخصصة بس بالمحتوى الشأن المصري. الشأن المصري ليه محتوى خاص بيه هو، وبالتالي قناة العربية عاملين، أو ويب سايت العربية، موقع العربية دوت نت، عامل سيكشن خاص بيه أخبار مصر بس. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده صفحة ليهم على الفيسبوك فيريفايد برضو، اللي هي العلامة الزرقاء دي زي ما حضراتكم عارفين برضو، أو إن شاء الله هنتكلم عنها بشكل تفصيلي لما نيجي نتكلم عن السوشيال ميديا. فطبعا ده برضو من ضمن الاشكال الاعلام الرقمي، ان انت يكون عندك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مثلا. في عندنا برضو حاجة تانية مهمة زي ما حضراتكم شايفين، ده مثلا الصفحة بقى بتاعت قناة العربية نفسها، قناة العربية الفضائية عاملين صفحة زي ما حضراتكم شايفين اهي، ده مثلا خبر بالصدفة وقت ما خدت سكرين شوت من الصفحة بتاعتهم، عن رونالدو وعدد المشاركات، شارك 17 بطولة مع أندية السابقة، وسيكون الدوري السعودي هو البطولة رقم 18. طبعا دي كانت صفقة كبيرة جدا، وعملت ضجة كبيرة جدا على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي كمان، ان ده لاعب مهم جدا، وطبعا كانت صفقة كبيرة جدا وتكلفتها عالية جدا. الصفحة دي بتاعت القناة العربية عاملة بيتابعها 26,959,000 شخص و222 في اللحظة اللي احنا خدناها دي. طبعا ده رقم كبير جدا يعني، صفحة كبيرة، وقناة العربية طبعا قناة كبيرة ومعروفة جدا، دي مكتوبة حتى في الاباوت او في المعلومات عن الصفحة الرسمية للقناة العربية على موقع فيسبوك، تابعوا اهم الاخبار واخر الاحداث اولا باول. طبعا المزيد من الاخبار والمعلومات تابعوا الموقع الالكتروني للقناة، طبعا في موقع الكتروني غير الصفحة بتاعت القناة نفسها على الفيسبوك، في موقع، وفي طبعا الصفحة بتاعت العربية مصر اللي احنا عرضناها من شوية، دي طبعا مخصصة بالشأن المصري، وفيها طبعا كل التفاصيل زي ما حضراتكم شايفين، رقم تليفون وميل والويب سايت نفسه اللينك وكل التفاصيل عنها.
وطبعا بيتقدم محتوى بشكل زي ما حضراتكم شايفين، بتفاعل عليه بقى برضو الاشخاص، بتدي كومنتس وتلايك زي ما زي اي صفحه فيسبوك عاديه، وطبعا صفحه فيريفايد زي ما حضراتكم شايفين او موثقه من اداره الفيسبوك طبعا، عشان خاطر دي صفحه مهمه وقناه مهمه طبعا زي القناه العربيه. عندنا برضو من ضمن الامثله او الاشكال بتاعه الاعلام الرقمي طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا انستجرام. انستجرام برضو من ضمن مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمن اشكال الاعلام الرقمي او انواع الاعلام الرقمي. طبعا ده مثلا الحساب بتاع الويب سايت بتاع المصري اليوم او جريده المصري اليوم، دي جريده مصريه المفترض مشهوره على المستوى المصري وعلى المستوى طبعا العربي بشكل برضو معقول. فبالتالي برضو عندهم حساب على زي ما حضراتكم شايفين كده موثق فيريفايد على علامه الزرقاء اهي بتاعت الانستجرام، وبيتابع الصفحه دي حوالي 2 مليون واحد، ونشرت زي ما انتم الارقام اللي موجوده قدام حضراتكم اهي، هي الارقام اللي موجوده زي ما حضراتكم شايفين. البوستس نزلت في الوقت لغايه اللحظه دي 24 الف بوست ومنشور يعني، و444 ما بين صورة ما بين فيديوهات صغيرة ما بين الريدز، على حسب طبعا كل المحتوى اللي نزل او البوست اللي نعملها، وبيتابعها عند الفولورز اهو زي ما حضراتكم شايفين 2 مليون فولورز او 2 مليون متابع. وبرضه في التعريف بتاعها جريدة المصري اليوم جريدة مصرية مستقلة، الصفحة الرسمية لجريدة المصري اليوم اهي الصفحة دي، وادي لينك بتاع الويب سايت نفسه زي ما عمل برضه بتاع العربية. طبعا ده شكل من اشكال المواقع التواصل الاجتماعي اللي هو انستجرام وحساب الويب سايت او جريده المصري اليوم على انستجرام. برضو في شكل تاني زي ما حضراتكم شايفين، برضو قناه سكاي نيوز عربيه او ويب سايت نيوز عربيه، برضو ليهم حساب على برضو اي وسيله اعلاميه طبعا، عندهم حسابات على السوشيال ميديا كلها او مواقع التواصل الاجتماعي كلها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده الحساب الرسمي بتاع سكاي نيوز عربية، وده طبعا فيريفايد اهو العلامة الزرقاء عليه، ونشرت في طبعا البيانات قدامنا. طبعا البيانات عندنا من ضمن خصائص الإعلام الرقمي ان هو بيدينا البيانات أول بأول، 41,424 منشور بوست، وبيتابعها 3.2 من 10، 3,200,000 واحد على الانستجرام. وطبعا بتنشر الحاجات زي ما حضراتكم شايفين، وهنتكلم طبعا عن طبيعة المحتوى المنشور على الصفحات الرقمية والإعلام الرقمي إن شاء الله هيبقى بشكل تفصيلي في المحاضرة بتاعتي. زي ما شايفين المحتوى هو المنشور، وصية أب لا زوج، ابنتي تبكي الملايين، الأهلي يفوز على الزمالك ويعزز صدارته للدوري المصري، الروبوت أطلس شبيه البشر. طبعا ده شكل عشوائي بالصدفة يعني، وقت ما أنا أخدت سكرين شوت عشان اوري لحضراتكم بيكون بشكل اكزامبلز عملي قدام حضرتك او حضراتكم تشوفوه، بتعرفوا ايه بالظبط اشكال الاعلام الرقمي في الوسائل الاعلام الرقميه بتتعامل ازاي والمحتوى بتاعها بيبقى عامل ازاي. طبعا في برضو موقع تواصل اجتماعي تويتر، طبعا كلنا تقريبا نعرف تويتر او نسمع عن تويتر طبعا، وكلنا تقريبا لنا حسابات على تويتر. ده برضو بالصدفه الحساب بتاعتنا ليه حساب، طبعا كلنا عارفين شبكة رويترز طبعا معروفة جدا ومشهورة، ليها حساب برضو على تويتر زي ما حضراتكم شايفين، برضو هي تويتر دي رويترز بالعربي طبعا، حساب فيريفايد اهو عليه علامة الموثقة طبعا، فارق جدا زي ما حضراتكم شايفين الحساب موثق وعليه تفاصيل طبعا كم واحد بيتابع الفولورز على تويتر، 266 ألف واحد بيتابعوا رويترز عربي على تويتر. طبعا ده شكل الحساب بتاع رويترز عربي على تويتر ولحظة ما احنا خدنا السكرين شوت دي بالظبط زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا ده شكل الصفحة بتاعت تويتر العادية، وطبعا بتاعت رويترز عربي زي ما حضراتكم شايفين. ده برضو من ضمن الاشكال الاعلام الرقمي اكزامبلز على ان وسائل الاعلام الرقميه بتبقى ليها حسابات برضو على مواقع التواصل الاجتماعي واشكال زي ما حضراتكم شايفين. طيب من ضمن برضو الحاجات الموجوده برضو اليوتيوب، موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ده طبعا موقع زي ما حضراتكم كلكم عارفين
ان بيكون مسؤول عن الفيديوهات فقط، هو ده موقع فيديوهات الاشهر والاكبر على مستوى المواقع الفيديوز. يوتيوب طبعا موقع التواصل الاجتماعي مهم جدا وكبير جدا، وكل برضو وسائل الاعلام الرقمية ليها حسابات على اليوتيوب او تشانل او قناة على اليوتيوب. طبعا دخلنا كده جبنا سكاي نيوز عربية، طبعا شايفين زي ما حضراتكم شايفين كده ده الصفحة بتاعت او القناة بتاعت سكاي نيوز عربية، هتلاقي طبعا في عندهم كمية كبيرة من الفيديوز او المحتوى الكبير جدا الرقمي، طبعا دي باختلاف طبعا التنوع وانواعه واشكاله وموضوعاته. يعني مثلا هنا الملك محمد السادس استقبل المنتخب المغربي عن شراكة التاريخية، دي طبعا فيديوهات قديمة، يعني انا جايب من تحت الصفحة عشان اجيب لحضراتكم الصفحة الرئيسية تماما. وصول المنتخب المغربي، الجماهير الارجنتينية بانتظار وصول الابطال العالم، زي ما حضراتكم شايفين اختيار ليونيل ميسي كافضل لاعب في المونديال 2022 اللي اقيم في قطر. زي ما حضراتكم شايفين كده ده شكل الصفحة بتاعت اليوتيوب بتاعت السكاي نيوز عربية او الشانل بتاعت السكاي نيوز عربية، زي ما كاتبين في السيرش فوق اهو سكاي نيوز عربية زي ما حضراتكم شايفين. ده برضو من ضمن الاشكال بتاعت الاعلام الرقمي او مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا خدنا اكزامبل على وسيلة الاعلام الرقمية اللي هي موقع السكاي نيوز عربية او قناة السكاي نيوز عربية، وليها حساب على اليوتيوب او قناة على اليوتيوب زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ممكن اي وسيلة اعلامية رقمية موجودة برضو اللي عاملين حساب ليها على اليوتيوب او صفحة او قناة، برضو على تويتر، برضو على فيسبوك، برضو على انستجرام، طبعا دول اشهر مواقع التواصل الاجتماعي، برضو على التيك توك برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة برضو، فطبعا على سناب شات مثلا الحاجات دي طبعا موجودة جدا معظم الوسائل الاعلام الرقمية. برضو عندنا زي ما حضراتكم شايفين مثلا سكاي نيوز عربية مثلا موجود معانا، انا بحاول اجيب توليفة من الوسائل الاعلام الرقمية علشان برضو تكون صورها واضحة وتحركهم بتكونوا شايفينها بشكل اوضح. يعني امثلة يعني زي ما انتم شايفين كده ده مثلا فيديو لكلمة رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن راشد في افتتاح اعمال مؤتمر كوب 27 او 27 اللي كان منعقد في مصر. زي ما حضراتكم شايفين اهو ده فيديو، مقطع فيديو على لكلمة الشيخ محمد بن راشد رئيس دولة محمد بن زايد رئيس دولة الامارات. زي ما حضراتكم شايفين طبعا موجود جدا الفيديو بتاع السكاي نيوز عربية تحت اهو، ده بتاع قناة سكاي نيوز عربية او موقع سكاي نيوز عربية، والمحتوى الرقمي بتاعه الفيديو اهو، وموجود على الشانل على بتاعتهم على اليوتيوب، طبعا هم متابعينه طبعا ملايين الناس، وفي كان عندهم كام سبسكرايب تحت، وكم واحد عمل لايك وكم واحد عمل شير وهكذا. زي ما حضراتكم شايفين ده برضو من ضمن الاشكال الاعلام الرقمي، طبعا مواقع التواصل الاجتماعي احنا قلنا عليها، ومن ضمنها اليوتيوب وفيسبوك وانستجرام والى اخره. زي ما حضراتكم شايفين طبعا اللي احنا عرضناه ده كله دي اكزامبلز، ليه بص اللي حضراتكم شايفينها دي اكزامبلز على ازاي ان وسائل الاعلام الرقميه بتستفيد من الحاجات دي. ده الفرق طبعا ما بين الاعلام الرقمي والاعلام التقليدي. زي ما حضراتكم شايفين ويب سايتس وعربيه وفيديوهات والسكاي نيوز عربيه، و عندنا كمان حسابات على الفيسبوك وصفحات للفيسبوك طبعا متخصصة زي العربية مصر مثلا، وفي حاجة تانية زي القناة العربية على الفيسبوك القناة الصفحة الرسمية بتاعتها، وشايفين المحتوى بطبيعة. وطبعا ان شاء الله في يوم بتاع المحتوى او مواقع التواصل الاجتماعي او الفيسبوك بشكل خاص هنتكلم ازاي ان احنا نكتب محتوى للفيسبوك وبشكل كبير في المحاضرات اللي جاية ان شاء الله، والبوست بتاع الفيسبوك وازاي ان احنا نعمل تسويق للمحتوى الرقمي على الفيسبوك بالنسبه في الديجيتال ميديا. وطبعا ده برضو الحساب على جريده او ويب سايت المصري اليوم برضو من ضمن وسائل الاعلام الرقميه، واعتمد على انستجرام وعامل صور وعامل حساب ليه
متابعين وكذا، 200 4 حوالي 2 مليون واحد فولورز هم فوق، و برضو كذلك موقع سكانوز عربية أو حساب سكانوز عربية على انستجرام برضو بيتابع حوالي 3.2 أو 3,200,000 واحد، طبعا رقم كبير جدا. وزي ما حضراتكم شايفين برضو رويترز على تويتر برضو عاملين حساب ليهم على رويترز عربي، عاملين حساب ليهم على تويتر، في طبعا رويترز انجلش، بس يعني انا ما جبتش كل حاجة عشان برضو اكزامبلز تكون لما بشكل كبير. وزي ما حضراتكم شايفين برضو ده سكاي نيوز عربية برضو عاملين حساب ليهم او تشانل او قناة على اليوتيوب، طبعا بتعرض فيه الفيديوهات وبشكل كبير كل التفاصيل، وبرضو كذلك المحتوى الاعلامي الرقمي الفيديو برضو على اليوتيوب زي قناة سكاي نيوز عربية زي ما حضراتكم شايفين. وكلمة رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن راشد ده فيديو موجود برضو جبناه، وبالتالي لازم حضراتكم تكونوا شفتوا كل التفاصيل الأشكال بتاعة المحتوى الرقمي الموجود على الإنترنت، فطبعا ده حاجة مهمة جدا وفعالة ومفيدة. برضو من ضمن الأشكال برضو زي ما حضراتكم شايفين في برضو عندنا الإعلانات، عندنا برضو حاجة مهمة جدا، احنا قلنا برضو من ضمن اشكال الاعلام رقم الاعلانات، الاعلانات على الانترنت او الاعلانات المدفوعة، يعني برضو زي ما حضراتكم شايفين كده قدام حضراتكم في دي شركة اندرايف، دي شركة زي اوبر كده موجودة برضو وبتستخدم في عندنا في مصر مثلا، وفي برضو بعض الدول ممكن بتستخدمها، وزي اوبر برضو بس طبعا اوبر اكبر بكتير، بس ده مثلا شكل من اشكال الاعلانات الرقمية برضو، دي طبعا سبونسر يعني ده مدفوع حاجات بيد، فزي ما حضراتكم شايفين برضو ده من ضمن الاكزامبلز او الاشكال المحتوى الرقمي اللي موجود على الفيسبوك، دي صفحة ده اعلان جاهز على الفيسبوك بيطلع للمشتركين او للي عندهم حسابات، طبعا من خلال الفيسبوك بيطلع الحاجات دي من خلال الخصائص بتاعته، طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده ده اعلان رقمي على شركة اندرايف او حساب اندرايف او ابلكيشن اندرايف زي اوبر طبعا لو حضراتكم طبعا كلكم تقريبا عارفينه، وتصميم واعلانه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. برضو في ده من ضمن الاشكال بتاعت الاعلام الرقمي، زي ما حضراتكم شايفين برضو في ده احنا كده عرضنا كل اشكال المحتوى الرقمي والفروق ما بين الاعلام الرقمي والاعلام التقليدي وخصائص الاعلام الرقمي والاعلام التقليدي وايه المزايا او الفروق ما بين ده وبين ده، وعرضنا الاكزامبلز بتاعت الامثله بتاعت الاعلام الرقمي، وشفنا الويب سايت زي سكاي نيوز والعربيه والاكزامبلز على الفيديوهات، وطبعا الفيسبوك وصفحات بتاعتهم على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وزي التويتر وزي انستجرام، طبعا دول الاشهر، عرضنا برضو المصري اليوم هنا والسكاي نيوز عربية ورويترز عربي، وشوفنا طبعا حسابهم على تويتر برضو يكونوا من ضمن اللي بيستفيدوا بيه الاعلام الرقمي، وبرضو الاكزامبلز بتاعت الشانل بتاعت اليوتيوب بتاعت السكاي نيوز عربية، وشوفنا ان ليهم قناة على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، وبرضو شكل الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب والإعلانات بتاعت الشركات الخاصة على الأشكال على الفيسبوك زي ما حضراتكم شايفين من ضمن الإعلانات الرقمية، طبعا بدل من الإعلانات اليوفط والأوت دورز والتقليدية لا بقت في إعلانات ديجيتال ورقمي بشكل كبير. أتمنى تكون محاضرة النهاردة تكون يعني مفيدة، وأتمنى نكون قدرنا إن احنا نوصل قدرت إن نوصل لكم إن شاء الله يعني أهمية الإعلام الرقمي، واتكلمنا عن أهداف أهمية الإعلام الرقمي ومفهومه وأنواعه وأشكاله وإيه المحتوى اللي اتكلمنا عليه في الإعلام الرقمي، وإن شاء الله هيبقى يكون لينا محاضرة خاصة بأنواع الإعلام الرقمي بشكل خاص وبشكل تفصيلي، كل نوع هنتكلم عنه بشكل تفصيلي جدا جدا، و
برضو خدنا الفروق ما بين الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي والإكزامبلز على الأشكال الإعلام الرقمي من خلال الويب سايتس والسوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب وكل أشكال اللي استخدمنا فيها الإعلام الرقمي ووسائل الإعلام الرقمية الكبيرة المشهورة زي موقع العربية دوت نت وسكاي نيوز عربية والمصري اليوم وحساب رويترز العربي والإعلانات اللي موجودة في الديجيتال أو الإعلانات الرقمية على الفيسبوك. أتمنى إن شاء الله يكون محاضرة مفيدة، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم المحاضرة الجاية، وبإذن الله أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.